عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل ومستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل، موجها بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل ورفع نسبة المكون المحلي. كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حيث أثنى الجانبان على مستوى العلاقات بين البلدين، كما استعرض الجهود المصرية للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. هذا وأشاد رئيس الوزراء الإسباني بالدور المصري على المسارين السياسي والإنساني لإنهاء الأزمة الجارية. كما تناول الجانبان التوترات الإقليمية الأخيرة، وأكد وجود حاجة ماسة وعاجلة لاستعادة السلم والأمن بالإقليم، وشدد على العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية عن طريق تفعيل حل الدولتين. شهدت حركة العبور عبر منفذي رفح وكرم أبو سالم اليوم الاثنين إدخال 4 شاحنات غاز إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح و60 شاحنة مساعدات عبر منفذ كرم أبو سالم حتى الآن. كما استقبل معبر رفح 23 مصابا فلسطينيا و48 مرافقا حتى الآن. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن المدنيين في قطاع غزة يواجهون كارثة صحية وبيئية غير مسبوقة في خضم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، محذرا من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية والفتاكة في قطاع غزة. أكد الرئيس البولندي أندري دودا استعداد بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي لنشر أسلحة نووية على أراضيها، حال قرر الناتو تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة جديدة في بيلاروس وجيب كالينغراد. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إنه عند ظهور أسلحة نووية أمريكية في بولندا فستصبح مواقعها ضمن الأهداف المشروعة للتدمير عند الصراع العسكري المباشر مع الناتو. شهد وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة انطلاق البرنامج التدريبي المكثف للعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى وجود تنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة تطبيق جديد على التليفون المحمول ليقوم كل مواطن بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية. Yeah.